حروب اليوم ليست هي حروب الأمس. دخل سلاح صغير الحجم، بخس التكلفة على خط المعارك، ليقلب الموازين في ساحات المعارك الحديثة ويعيد ترتيب الأولويات العسكرية في التخطيط الاستراتيجي للدول. كانت الهزيمة شبه الكاملة لوابل الطائرات بدون طيار والصواريخ الإيرانية ضد إسرائيل بمثابة نجاح لأنظمة الدفاع الجوي. أكثر من 120 صاروخاً باليستياً ونحو 30 صاروخ كروز وحوالي 170 مسيرة حسب فيها لدرع إسرائيل الجوي متعدد الطبقات ودفاعات شركائها الغربيين أداء جيد. لكن الجانب السلبي وفق تحليلات عسكرية هو أنه جرى في هذه المواجهة استخدام عدد كبير من الصواريخ الاعتراضية، ومن المؤكد أن الضغوط على مخزونات تلك الصواريخ ستكون مشكلة للجميع. وهذا تذكير واقعي بأن الأسلحة القادرة على اعتراض هذا النوع من الهجمات غير موجودة بوفرة، وزيادة إنتاجها باتت ضرورة. أقرت واشنطن بنفسها بأن نظام باتريوت المصمم لاعتراض الصواريخ الباليستية لن يفيد أوكرانيا في التصدي للصواريخ الروسية المجنحة، وبالتأكيد لن يكون فعالاً ضد الطائرات المسيرة التي تحلق على علو منخفض وتسافر نحو هدفها في صمت لاسلكي تام. وروسيا استغلت بالفعل هذه الثغرة أيما استغلال في استنزاف مخزون أوكرانيا من الصواريخ الاعتراضية وإنهاك دفاعاتها الجوية. حرب السماء أخذت إيقاعاً آخر، فاحتدم السعي لتعزيز الدفاعات الجوية بما يقتضيه التصدي للمسيرات، لكن الشركات المصنعة تكافح من أجل تلبية الطلب المتزايد، مما يجعل فترات التسليم طويلة والتكاليف تصبح أضعافاً مضاعفة. وإلى الآن لا يوجد حل تقني فعال لمواجهة سرب من الطائرات بدون طيار، فالتقنيات الجديدة التي تعتمد على أشعة الليزر لإسقاط المسيرات ما زالت في الواقع قيد التطوير، والحروب تدور رحاها في أكثر من منطقة حول العالم.